للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة النائب عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. بداية، ما هي دلالات التصويت على برنامج الحكومة بالصيغة التوافقية بشكل يعني إجماع للمرة الأولى منذ اعتماد المادة المعدلة في دستور 2012؟ طبعا الإجماع يأتي بعد تأسيس الطرفين، السلطة التشريعية ممثلات مجلس النواب والحكومة الموقرة، لقناعات من خلال النقاشات التي دارت عبر 4 اجتماعات مستمرة وطويلة وفيها نقاشات كثيرة وتفاصيل. تأسست قناعة لدى أصحاب سعادة النواب وأيضا لدى الحكومة الموقرة بضرورة إعطاء أولوية للوضع المعيشي، وهو يعني المفتاح ل خلق هذه يعني التوافقات بين الطرفين، الحكومة من جانب والمجلس النواب. وبالتالي احنا كنا سعداء ان الأولوية المعيشية هي تحظى بكل هذا الاهتمام، وكان يعني انطلاقنا ان جلالة الملك هو اول من دعا واكد في اكثر من خطاب في الفترة الأخيرة واكثر من اجتماع على أولوية المحور المعيشي للمواطنين. وهكذا تم. نعم، برأيك سعادة النائب، كيف ساهمت الخبرة التراكمية لدى مجلس النواب في الوصول لهذه الصيغة التوافقية التي تم إقرارها بالإجماع؟ إذا أضفنا إلى ذلك أيضا العقيدة الثابتة في التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إلى أي مدى ساهمت كل هذه التشكيلة في الوصول لهذا التوافق وإقرار البرنامج بالإجماع؟ طبعا الخبرة التراكمية مطلوبة في هذا الجانب، لأن أنت تتكلم عن توافقات حول البرنامج ل4 سنوات. يحتاج أولا أن يكون هناك وضوح في المسألة، وفي نفس الوقت احنا يعني لأول مرة نناقش البرنامج من دون وجود مؤشرات قياس وأداء، وأيضا عدم وجود أرقام أو نسب أو ميزانيات، وبالتالي هذا هو مصعب المسألة في البداية. لكن لا شيء مستحيل إذا كان الوطن هو البوصلة بالنسبة للجميع، ولله الحمد يعني كانت الحكومة من جانب والمجلس النواب من جانب في إصرار من الطرفين على أن يكون هناك توافق في نهاية المطاف يفضي إلى خلق ارتياح شعبي وفي نفس الوقت إلى حلول للوضع المعيشي. وبإذن الله إن شاء الله احنا مستمرين، لأن احنا هذه الخطوة الأولى في هذا الجانب، لأن الخطوة التي ستليها هو سوف تتمثل في مناقشة ميزانية الدولة، والتي سوف تأتي لنا خلال أقل من شهرين. راح إن شاء الله نضمنها كل هذه الأمور بالتوافق مع الحكومة، وإحنا نأخذ في الاعتبار كل التحديات المالية والاقتصادية اللي تدير في البلد وفي المنطقة والعالم، لكن أيضا الأولوية المعيشية تبقى على رأس هذه الأولويات ولن نتنازل عنها كنواب. والحمد لله أن الحكومة تفهمت كثيرا هذا الجانب وقدمت ما يمكن من التطمينات للنواب خلال الجلسة الأخيرة. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة النائب عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة.